أسعدني كثير جداً تواجدي في هذه المدرسة، في مدرسة المواكب اليوم فرع القرهود، وطبعاً الطلبة والطالبات من الصف الرابع أبهروني كثير بتفاعلهم وذكائهم ما شاء الله، وحتى طريقة فهمهم واستيعابهم لما قرأت. من الكتاب اللي أبغي أعرفكم عليهم من الكتاب العرب، هذا الكاتب اسمه غسان كنفاني، هذا كاتب فلسطيني الأصل. فهذه القصة اسمها القنديل الصغير. تعرفون شو يعني القنديل؟ منو يعرف شو يعني القنديل؟ يعني المصباح، بمعنى آخر القنديل يعني المصباح. اخترت أني أقرأ لهم قصة القنديل الصغير لغسان كنفاني، وهي قصة موجهة لهذه الفئة العمرية ما بين 8 إلى 10 سنوات. الشيء اللي جدا أسعدني أن هم مهتمين باللغة العربية في هذه المدرسة، وحتى أنا يعني تعمدت أني أسألهم عن أكثر من معنى من معاني الكلمات، وما شاء الله لقيت تجاوب وفهم وعمق أيضا في التفكير واستيعاب أحداث هذه القصة. هذا القنديل الصغير، أهلا بطريقة شكرا. شو اسمك؟ سلمى. شكرا جزيلا لكم، اليوم أهديتوني لحظات وايد حلوة، وهذه بطاقة الصف يعني موقع الصف الرابع. اسم جنى وين؟ هاني جنى وردي. شكرا، شكرا لكم. احب اقولكم شكرا جزيلا انكم منحتوني من وقتكم واسعدتوني، وانتم بذلك رسختم معاني وقيم عام الخير، لان من ابرز معاني الخير ان نشكر الاخرين على ما يقدمونه في اجلنا، فشكرا لانكم اسعدتموني. يمكن تعلم كثير من الأطفال أنه عليهم أن يفعلوا الأشياء بوحدهم، وإذا يريدون مساعدة يأخذوا المساعدة، لكن لا يأخذوا كثيرا من المساعدة، يعني مو كثير، مش يعني مو كثير مساعدة لحتى أنه هني ما بيعملوا أي شيء. لا نستطيع أن نجد الشمس في غروب المطلق. الأشياء اللي حبيتها تقدير هؤلاء الطلبة والطالبات ووقتي ووجودي معاهم، هذا الشيء يشجعني أكثر أني أقدم أكثر.